بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام بالتمام والكمال. لقد كفر الذين أي مع الكفار أنت أهل الكتاب ليس لكم إلا القلة من المؤمنين برب الكتاب ورب الأكوان سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مردود عليكم الكلمة هذه، ما عندكم حتى دليل على الله ثالوث أقانيم ثلاثة. وين قال الأب والابن والروح القدس؟ بربي شكون قال يسير الكون هذا وشكون خلقه؟ الأب ولا الابن ولا الروح القدس؟ وأنا ولي لا بداية له، هو يبدأ كل موجود. هو الله ولا سيدنا عيسى عليه السلام وصل النبي ربنا سبحانه وتعالى قال لو ما لا يقترب ذنب هو ولا أمه ولا الاثنان، ما لا يبيدهم كما هو قادر على يبيد الكون بكليته. هو ماشي تاول ياول المنطق الرباني هذاك ما يساعدكمش. بيان انتم تحت سلطان ابليس ذوكم فست او قول غائب وذوكم وصلكم. شوفوا فرنسا واش تعاني وانجلترا كلي كلب من الكلاب الهنود هو يدير شؤونها مع ثله من الناس اللي تتامر بطريقه خبيثه والستر ستر ما عند ربي ما الستر وكلكم امركم مفضوح. ومشى الكلب نتنياهو فميكا لانه معاش حاجته بالولايات المتحده اقل خبث ضد الاسلام اقل خبث. فمشى للعقرب العجوز اللي ما خلت حتى جماعات ما ادتهمش عبر تاريخها الاسود واو ولا فايده بس نطولوا. والكلب ذا نتنياهو في رالي ما عاش عنده سبيل دخل على حيله ربما دبر عليه الكلب الهندي ذا والشله نتاعو. انا وتعرفوا الهنود عندهم عداوه للاسلام شيء من العجب. وإذا كريت شوية من المسلمين وأنا زرتهم وأحسنوا إلي أيما إحسان الله يبارك لهم راو هذاك عندكش عندي هذاك اللي رش رماد اللي احنا أمة اقتلية تمام بالفيران كأرباب والبقر ماذا أرباب يقفلهم اللي يسوق سيارة حتى تتعدى البقرة الإلهة أو الآلهة. والسلام علينا أهل الإسلام عرفناكم بالتمام ولهذا ما تزيدوش تمثلوا علينا لا أنت يا نتناهو ولا الكلب من خفير ولا ولا كلكم تعريتوا انتم زيد كشفكم ربي لأنه جاتكم فترة اللي أنتم أجمل خلق الله وليتوا أنتم أقوى خلق الله تعملوا اللي تحبوا وتقولوا اللي تحبوا ونسيتوا الرقيب عليكم والحسيب لكم ولكن الحساب عسير. اتهنى لي يستنى فيك حساب ما قلتلوش حساب يا احمق يا نذل. الا لعنه الله على الصهاينه ومن اتبع اثارهم من كنائس ومن كرب ومن يدعون انهم على الاسلام وليست لهم علاقه وريحه اسلام. نحمد الله بالتمام والكمال.